وللحديث عن استهداف مفاعل نطنز الإيراني وتحرك تل أبيب ضد طهران في وقت تتوجه فيه إدارة بايدن إلى إعادة إيران للاتفاق النووي، معنا من غزة عنتاب مالك الحافظ، الكاتب والباحث السياسي المتخصص بالشأن الإيراني. أهلا بك أستاذ مالك. بداية، كيف تنظر إلى تكرار هذا الخلل في مفاعل نطنز النووي الإيراني؟ هناك حديث عن هجمة إلكترونية أخرى. تحية طيبة لكم وللسادة المتابعين. يعني في الحقيقة نعم، هو أقل ما يمكن أن نحدث عن هذا التطور، هو تصعيد أيضا آخر لهذه المنشأة، هو تصعيد رقم 2 بعد التصعيد الذي حصل في شهر تموز. لا أعتقد أن العمل هو فقط خلل في شبكة الكهرباء أو ما شابه، أعتقد هو تصعيد يستمر ضمن سلسلة من الاستهدافات للنفوذ الإيراني وحتى للنظام الإيراني. أعتقد أن هناك مساحة أوسع للتصعيد خلال الفترة المقبلة، وما حدث لا يمكن القول عنه أنه فقط عمل تخريبي، هو كما تقول إيران. أعتقد هو عمل منظم من قبل أعتقد إسرائيل لرسالة تكون رسالة واضحة لإيران في المقام الأول، أن لن يكون هناك سكوت عن التصعيد الحاصل، وأيضا رسالة أخرى لإدارة بايدن من أجل أن تهندس استراتيجيتها المقبلة ما قبل الانتخابات الإيرانية، وأيضا أن لا يكون هناك دخول مباشر في أي صفقة جديدة قد تسيء للأمن القومي لإسرائيل. نعم سيد مالك، هناك حديث عن تقدم تل أبيب إلى المواجهة المباشرة مع طهران، والتي ظهرت من خلال استهداف السفينة صافيز الإيرانية في البحر الأحمر الثلاثاء الماضي. هل يمكن تسمية ما يجري بالفعل على أنه تصعيد مع إيران؟ أعتقد نعم، يعني كان هناك وعود من قبل نتنياهو قبل الانتخابات، وأعتقد أن الوضع الإسرائيلي الداخلي سياسيا سيكون مستقرا خلال الفترة المقبلة، ما سيتيح أكثر لإسرائيل من التصعيد. الواقع هو فعلا تصعيد، والأمور قد تذهب للتصعيد أكثر. هناك عدة تعليقات من خبراء عسكريين إسرائيليين أشاروا إلى أن هذا المستوى من التصعيد هو قابل للزيادة أكثر. ما يتعلق بمستوى الزيادة هو كيف ستتعامل إيران بخلال الرد التسريب الأخير بخصوص استهداف أكثر من 12 سفينة إيرانية متجهة إلى سوريا. هذا التسريب هو له دلالات عدة، والحرب البحرية أعتقد هو مستوى أعلى من التصعيد. ويعني الهجوم السبراني الأخير على المنشأة الإيرانية تقول أن هناك تصعيد أكثر. وتنتظر إسرائيل أعتقد أيضا انتخابات الإيرانية. طيب، على هذا المنحنى إلى أي مدى يظهر الاختلاف بين ما تريده تل أبيب وبين سعي إدارة بايدن لإعادة إيران إلى الاتفاق النووي؟ يعني أعتقد أن إدارة بايدن قد تتلافى أخطاء إدارة أوباما بخصوص الاتفاق النووي. لن تكون هناك عودة كما الشروط السابقة أعتقد ذلك. النفوذ الإيراني تغول جدا في المنطقة، سواء في سوريا أو العراق أو حتى اليمن، هناك إساءات كبيرة جدا لهذا النفوذ. ويعني ما بعد إدارة أوباما حصل عدة تجاوزات كبيرة، أعتقد أن إدارة بايدن ستتجاوز الأخطاء ولن تعود إلى أي اتفاق كما الشروط السابقة. أعتقد أن أي شروط أو أي اتفاق جديد يحكمه عدة شروط، أولها ضبط هذا النفوذ المتغول، وأيضا مراجعة المشاريع التخريبية لإيران. لا أعتقد أن إدارة بايدن ستكون على خلاف مع تل أبيب، السبب أن بايدن وقبل نجاحه في الانتخابات كان واضحا بأنه يهتم جدا بالأمن القومي الإسرائيلي. الكاتب والباحث السياسي المتخصص بالشأن الإيراني مالك الحافظ، شكرا جزيلا لك.